مشاهدينا الكرام، معي في هذه اللحظات احد ابرز الاسماء على مستوى الساحه الرياضيه، الاستاذ ابراهيم الفريان وكذلك الاستاذ خالد قاضي. وبدايه ارحب فيكم عبر شبكه الفارس العالم. اول شيء انا سعيد ان اتحدث، ولكن كنت اتمنى انه خالد قاضي استاذنا القدير انه يكون قبلي، لانه اكبر مني سنا ولا لا؟ حولك يعني ما احنا بعيدين. اي نعم. اول شيء انا اشكر حقيقه كل من قام بهذا العمل الجبار خلال شهر او شهرين لانجاح حفل كبير وتكريم الاستاذ محمد البكر، وسعيد انه تحدث لانه مدرسة نتعلم منها، احنا تلاميذ في مدرسة محمد البكر، انا بالذات وقف على اشراف لي من زمان حقيقة، هو مدرسة، هو حقيقة من الرجال اللي نعتز بهم، خدم الرياضة السعودية 15 تعليق على كأس ملك، هذا وش يعتبر، عنده زاوية سواليف من الإعلام 50 سنة إعلام ومعلق، هذا يدل على الاحترافية الكبيرة لمحمد البكر. شكرا لكم، شكرا لكل من جاء اليوم لحضور هذا الحفل الكبير لمحمد البكر، عزيز علينا، نتمنى له التوفيق في تكريمه. وأنا سعيد أن يتحدث للفارس العالمي وتحدث لأول مرة، ولكن القناة أكيد حتكون مشهورة طبعا، تعرف إبراهيم الفريان له وزنه وخالد قاضي، يعني القناة ما شاء الله عليها حتكون مشهورة يعني. والآن أنا أترك المجال للأستاذ خالد قاضي ليعبر عن رأيه. شكرا لكم، شكرا محمد البكر، شكرا أحمد العجلان، شكرا طلال غامدي، كل من عمل لإنجاح هذا العمل الجبار حقيقة اللي هو اليوم تكريم رمز من رموز الإعلام السعودي وزعيم المعلقين بالشرقية محمد البكر. وأترك المجال للأستاذ خالد قاضي. حبيبي حقيقة أنا والله فوجئت بالحضور الكبير المميز، لكن لما شفت مشاعرهم وهذا الحضور الكبير حقيقة يعكس حب الناس وتقديرهم للإعلامي الكبير والمعلق المميز محمد البكر. حقيقة أيضا حضور الأمير عبد الله بن مساعد صاحب السمو الملكي، الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب لهذا الحفل التكريمي، هو ليس تكريم فقط لمحمد البكر ولكن تكريم لجميع الإعلاميين. الرئيس العام، شفنا خليل الزياني حضر، رؤساء أندية، مش إعلاميين بس، فهذا يؤكد أن الإعلام جزء كبير مهم من المنظومة الرياضية، والإعلام دائما يعني هو دائما يعني أي نعم توجه له اتهامات أحيانا، ولكن الإعلام دائما هو اللي بيجمع الناس، وهو دائما اللي بيبرز حتى للمسؤول، بيقدم له الإيجابيات والسلبيات. فأنا حقيقة سعيد بهذا الحضور الكبير، ويؤكد التلاحم الإعلامي خاصة في المنطقة الشرقية اللي أحسدهم على هذا الترابط وهذا التلاحم الإعلامي الكبير. شكرا لك. شكرا حبيبي.